يقترب التهديد نحو مجاعة قادمة للعالم من أثر حرب تدور ريحاها في أوكرانيا. فالناتو بين خيارين، وهما القبول بشروط روسيا أو الدخول في موجة لا شبيه لها من المجاعة يرتكز أساسها في الدول النامية المعتمدة على صادرات الدول الكبرى من الحبوب والقمح، إذ بدأت علاماتها تظهر في بعض الدول، وإن استمرت ستكون حتماً نتائجها وخيمة على العالم المعتمد على قمح أوكرانيا وروسيا. فالحرب الجديدة القادمة هي حرب الغذاء العالمي الذي تتحكم في موارده دول كبرى. والسؤال هنا، كيف سيكون شكل العالم؟ ومن المسبب الحقيقي لهذه المجاعة؟ أسئلة سنعرف معاً جوابها في هذا الفيديو. في الشهر الثاني من العام الحالي اشتعلت حرب روسيا على أوكرانيا، واشتعلت معها أسعار القمح عالمياً والسلع الأساسية التي كانت أوكرانيا أكبر منتج لها، حيث أجبرها الغزو الروسي على حظر تصدير القمح للعالم بالإضافة إلى الشوفان، وتوقفت إمدادات القمح الروسي. وطال تأثير الحرب دولاً عربية عدة اعتمدت على صادرات القمح بنسبة لا تقل عن 60% من أوكرانيا وروسيا، وذلك بسبب سعرها الملائم للأسواق العربية. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة وتصل إلى أعلى مستوياتها مع اتخاذ الهند القرار الأصعب بالنسبة للعالم والدول النامية، وهو وقف تصدير القمح، خاصة أنها ثاني أكبر منتج له عالمياً، موضحة أن سبب هذا القرار يعود إلى موجات الحر التي ضربت المحاصيل، مما أدى إلى وصول أسعار القمح في البلاد إلى أعلى مستوياتها. جاء هذا المنع ليزيد الأوضاع سوءاً على مختلف دول العالم وحلف الناتو الذي يسعى جاهداً لتجنب هذه الأزمات التي ستدخل العالم في دوامة صراع عنوانه الخبز والغذاء، الذي سيكون عائقاً أمام حصول محدودي الدخل عليه، حتى متوسطي الدخل إذا استمر تأثير الغزو الروسي قائماً. هذا ما دفع الأمم المتحدة للتفاوض بشكل مباشر مع روسيا لاستئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية. فالقوات الروسية أغلقت 4 موانئ مطلة على البحر الأسود وبحر آزوف منذ بداية مايو بعدما استولت عليها إبان غزوها. ومطلب الأمم المتحدة الآن يرتكز على فتحها من جديد مقابل عودة الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية. وتبحث حالياً مجموعة الدول الصناعية 7 التي تضم كندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا عن طريق آخر لنقل الحبوب من أوكرانيا. وتحدثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك معربة عن قلقها جراء الأزمة الغذائية العالمية، مشيرة إلى أن هناك 50 مليون إنسان سيعانون من الجوع في الأشهر القادمة إذا لم تقدم الدول على إيجاد حل لاستئناف إمدادات الحبوب من وسط الغزو الروسي في أوكرانيا. مع العلم أن أوكرانيا هي سلة غذاء أوروبا والكثير من الدول، حيث تزرع وتصدر غذاء يطعم 400 مليون شخص كل عام قبل الغزو الروسي. وكان العالم يعتمد على صادرات القمح الأوكراني بنسبة 30% بحسب برنامج الأغذية العالمي. وإذا تحدثنا عن استهلال الدول النامية، فإننا هنا سنذكر العربية منها، مثل لبنان الذي يعاني على مر سنوات سابقة وحتى الآن من أزمة اقتصادية خانقة طالت مناحي الحياة المختلفة، ويذكر أنها تستورد 60% من احتياجها للقمح من أوكرانيا، لذا هي اليوم أمام أزمة قوية ستضاف لسجل أزماتها، بينما تعتمد مصر على القمح من أوكرانيا وروسيا بنسبة تزيد عن 75%. وبالتأكيد هذا الانقطاع سيولد أزمة غذائية وغلاء معيشيا في الدول العربية الأكبر من حيث عدد السكان. وفي شرق إفريقيا الصومال، البلد الذي وقع أكثر من مرة في ظلم المجاعة التي أودت بحياة عشرات الآلاف جلهم من الأطفال عام 2011، وفي الوقت الحاضر هناك 4 ملايين شخص حياتهم بخطر مع اعتماد الصومال على روسيا وأوكرانيا بشكل كامل في استيرادها للقمح. فمغامرات الدول الكبرى ستكون وخيمة على هذه الدولة.
والقلق يتفاقم في شمال إفريقيا، حيث السودان الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة عربياً من حيث عدد السكان، إذ يتجاوز اعتمادها على صادرات القمح الروسي والأوكراني 82%. ويذكر أن السودان عاش مجاعة في عام 1998، مات على إثرها 70,000 شخص، وعلى أمل ألا تتكرر هذه الحادثة. والجزائر أيضاً من الدول المتضررة نتيجة استهلاكها المتزايد من إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا، فضلاً عن تونس والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول التي ستقع تحت هذه الأزمة العالمية التي صنعتها روسيا في ظل العقوبات المفروضة والمتبادلة بينها وبين دول الناتو. ومع هذه الأحداث المتتابعة، هل سيكون الحوار هو مفتاح فرج الموانئ لمنع قدوم خطر المجاعة على العالم؟ أم أن الدب القطبي سيفرض شروطاً جديدة تحول دون الاتفاق مع الأمم المتحدة؟